الصحة والعافية ومزيد من الأجر والثواب. نواصل معلوماتكم وأسئلة وإجابات تتعلق بأضحية العيد، وكما ذكرنا سابقا بربما محاور مختلفة تتعلق بهذه الأضحية سنطرحها على فضيلة الشيخ عمار مناع، دكتوراه في الفقه والأصول، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور عمار. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم، صبحكم الخير. السلام عليكم لكم ولكل الاخوه المستمعين والمشاهدين اللي معنا اليوم. اهلا وسهلا بك. يعني اسئله بالعاده منها ما هو مكرر ومنها ما لاول مره يطرح من قبل الساده المشاهدين والمستمعين، لكن هذه المره وما يتعلق باضحيه العيد دعنا نبدا فيما تم الاعلان عنه مؤخرا، ومن ثم نذهب الى بقيه الاستفسارات من قبل احبتنا. التضحية بالعجول المسمنة، هذا ما تم التصريح به من قبل مفتي الديار الفلسطينية، وأنه جائز التضحية بمثل هذا النوع من الأضحيات. بداية، ماذا نقصد بهذا المصطلح وبهذه الأضحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أولا موضوع الأضحية موضوع مهم جدا، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، وهي أهم عبادة تفعل يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم العيد أو يوم النحر من إراقة الدم. وهذه العبادة الأضحية ذهب جمهور العلماء على أنها مستحبة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في أي عام من الأعوام، وحتى أن يعني المذهب الحنفي ذهبوا إلى أنها واجبة، يعني من ملك ثمن أضحية زيادة عن قوت يومه أو حاجته فيجب عليه أن يذبح الأضحية. هذا عند المذهب الحنفي، لكن المذهب الثاني ذهبوا إلى أنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا من سنته أن ينتقي أفضل الذبائح من أجل الأضحية، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدد شروط الأضحية ذهب إلى تحديد سن وعمر للأضحية بناء على الواقع الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نتخيل كيف كانت تربية الأنعام المواشي. طبعا الأضحية هي تكون في الأنعام اللي هي البقر والجمل اللي هو العجول يعني والجمال والغنم، سواء احنا بنسميه البياض او السمار، الخراف او السهول. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يحدد ذلك، وانت تتركين يعني كيف كان الواقع الذي يعيشه الناس في المدينه او في مكه او في غيرها، كانت الانعام انما تعيش على الرعي والعشب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الذبيحة التي تذبح، قدرها بالعمر وبالسنين، فقال أنا على أن العجل التي تضحي هي ما بلغ عامين، وفي الغنم ما بلغ 6 أشهر في الخراف، وبلغ سنة في السخول اللي بنسميه احنا السمر. مع الزمن وتقدم الزمن والآن وجود المزارع وبسموه ربط الأنعام ووجود العلف والتسمين السريع للدواب، أصبح هناك حقيقة في موضوع العجول بالذات، موضوع الخراف يعني يبقى في إمكانية، وبحاجة الخروف فعلا إلى 6 شهور من التسمين حتى يصل إلى حجم يحمل اللحم ويستطيع أن يضحي في الإنسان. فلذلك بقت الفتوى في موضوع الخراف على 6 أشهر. لكن بالنسبة للعجول صار الآن في زماننا هذا مع تسمينها، إذا انتظر الإنسان عامين من الزمن حتى يبلغ من العمر عامين، هذا يؤدي إلى عدة أمور. أولا إلى تكلفة عالية جدا جدا على المزارع، وهذا يؤدي إلى ارتفاع شديد على سعر اللحوم، لأنه إذا المزارع بده يقعد سنتين وهو يربي ويعلف، وهذا العجل ليس بسيطا، يعني تقريبا في اليوم بكله 5 كيلو علف، وهذا تخيل انت لما تعمله صحيح مكلف جدا، مكلف جدا، زائد الرعايه والادويه وما شابه ذلك. بالاضافه الى الامر الثاني، انه احنا ندرك الان ايضا من كثره العمر او العلف وبقائه بده يصير اللحم تاعه فيه نوع من القسوه ولا يصلح للطبيخ. وهذا إذا رحنا الآن في هذه الأيام نبحث عن السمتين، يعني لأنه لن نجد إلا إذا كانت بقرة كانت تستخدم للحليب وبلغ عمرها 2 سنة وحبوا جدته، هذا اللي ممكن أن يجدوه الناس الآن في البيع والشراء.
وما يسمى بكيري حتى يسموها في مصطلح اللحام والمزارعين. وانا يعني انا اعرف بعض الناس الذي يعني يتمسك بفتوى السنتين، وعندما يذبح اللحم لا يستطيع ان يوزعه لحما، يعني بروح بفرمه كفته او لحمه مفرومه حتى يستطيع الناس استخدامه. هذا الموضوع هو الذي دفع كثير من او بعض علماء العصر الحديث، ومنهم دار الافتاء الفلسطينيه ودار الافتاء في المملكه الاردنيه، قالوا انه العبره من السنتين هو ان يكون يحمل اللحم. فقدروا عند اهل الخبره انه العجل الذي يرعى في البريه ياكل الحشائش وما شابه ذلك في عمر كم يصبح وزنه، قدروا هذا عند اهل الخبره، فقدروا تقريبا ان يكون فوق ال 400 كيلو، فقالوا ان العبره في هذا هو تجميع اللحم. فلذلك اصبحوا استعاضوا عن العمر في موضوع الوزن، وقالوا انه الان العجول المسمنه التي تسمن سريعا إذا وصل وزنها فوق ال 400 كيلو جاز التضحية بها. طبعا احنا هذا الرأي الآن السائد في فلسطين أو السائد في الأردن وعندك ومجمع الفقه في الأوروبي أيضا أفتى في هذا. وهذا يعني يخرجنا من حرج كبير. أنفع للفقير، لأن رباطي لحمه يستطيع أن يستفيد منها. لكن أيضا يجب أن ننبه أنه لا يلغي الرأي الآخر، يعني نحن نقول بهذا من أحب أن يأخذ بالرأي الآخر لا نجبره. يعني الآراء جميعها متاحة ولكن هي مختلفة، لكن أنت ذكرت بخصوص أن تعطى للفقير تقسيم لحم الأضحدة دكتور عمار، هنالك أكثر من رأي بذلك، ما هي الطريقة الأصح في التوزيع؟ حقيقة يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صورة واضحة، وهذا الناس يعني قد تتفاجأ منه، لأن احنا يعني نشأنا ونحن نقول انه الإسلام والشرع قسم الأضحية ثلاثة أقسام، هذا ما نحفظه نحن حقيقة. لكن لا يوجد في الشرع، إذا رجعنا إلى النصوص، لا يوجد في الشرع ما يحدد فعليا كم تكون النسب التوزيع، إلا ما ورد عن بعض الصحابة أو التابعين في اجتهاد شخصي لهم في كيفية التوزيع. بعض المذاهب ذهبت إلى أنه يوزع أثلاث، ثلث 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 للبيع، ثلث يطعمه لمن يحب وثلث يوزعه. البعض قالوا لا، ثلث يدخره وثلث يأكله مع من يحب وثلث يوزعه. البعض قال النصف النصف، يأخذ النصف ويوزع النصف. أنا برأيي أنه هذا إحنا بدنا نعرف شغلة، وأنا أنبه عليها كل المستمعين والمتابعين اللي معنا اليوم والمتابعات، أنه أجر الأضحية إنما يحصل بالذبح. يعني اللي فرضنا أن واحد ذبح ذبيحة وأكلها كاملة ونوى فيها الأضحية كأجر أضحية أخذه، لكن أجر الذبح الأضحية، لكن يبقى التوزيع له أجر التوزيع على الفقراء والصدقات ووصل الناس وإدخال السرور على الناس، هذا في التوزيع. فلذلك لو جاء إنسان قال أنا بدي أذبح أضحية وأوزعها لوجه الله جميعا وكل أنت لك أجر، لكن يسن ويستحب لك أن تأكل منها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فلذلك إحنا بنقول إحنا، لكن إذا بدنا نأخذ الوسط وأردت أن يعتدل في هذا، يمكن أن يأخذ الثلث ويطعم الثلث ويبقى الثلث الأخير يوزع على الفقراء، هذا يمكن، ويمكن أن يكون النصف النصف برضه هذا يمكن. طب هنا بعض الاستفسارات، ويعني يستغل البعض تواجدك وإن شاء الله كرمك في المعلومات فضيلة الشيخ عمار. يعني إحدى الأخوات تسأل وتقول إذا أرادت المرأة أن تضحي منها من حر مالها وليس من زوجها، هل يجب عليها أن تحرم حتى إن كانت امرأة؟ يعني هل يجب أن تحرم كما تسأل في هذه اللحظات؟ نعم، أنا أشكرك يعني شكر جزيل على هذا السؤال. السؤال هذا أيضا من الأسئلة اللي الناس يجهلون فيها كثيرا. أولا موضوع الإحرام، ما في شيء اسمه إحرام بمعنى إحرام زي ما يفهم الناس، المصطلح هذا الناس اللي جابوه، هو اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا أراد الإنسان أن يضحي فليمسك عن شعره وإظفاره، وهذا من بداية الشهر محرم إذا نوى الأضحية. إن لم ينوي الأضحية لا يمسك عن هذا إلا في اللحظة التي ينوي فيها. يعني إنسان مقرر بدوش يضحي، ظله لا يوم عرفة أو لا يوم العيد،
قرر انه يضحي بكل شيء. هذا تعال انت ما قصتش شعرك او ما قصتش، انت قصت شعرك او قصت اظافرك فلا يجوز. بعض الناس لا يضحي بيقول لك ايه نسيت رحت قصيت شعري. لا ارتباط بين حث النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يقص شعره ولا يقص اظافره وما بين الاضحيه بمعنى صحه الاضحيه. هذا واحد. اثنين، انه القضيه ليست احراما كما يفهم بعض الناس، انه كما يفعل الحجيج في الحج في كل معنى الإحرام، بحيث أنه لا يضع الطيب ولا تكون هناك علاقة بينه وبين زوجته المعاشرة الزوجية وكذا على أساس أنه محرم. لا، هي القضية فقط متعلقة في قص الشعر وقص الإظفار. من أراد الآن، أنا نويت أضحي، مجرد ما دخل واحد ذي الحجة أنا لا أقص شعري ولا أقص إظفاري. لنفرض أن واحد قص شعره أو إظفاره، نقول أنك أنت ذهب عليك أجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأضحية تبقى صحيحة. هذا يعني حتى العلماء قالوا أنه على الراجح أنه يستحب للإنسان أن لا يأخذ من شعره وإظفاره شيء إذا أراد الأضحية، وهذا طبعا للرجال والنساء. فلذلك حسب المرأة بتتغلبش، يعني الرجال أصعب عليهم، لأنه تعرف الرجل هو الذي يعني يقص شعره كثيرا، يعني كل 10 أيام، كل أسبوعين، كل يعني مدي في هذا الموضوع. طب سؤالي أيضا، هنالك من يسأل ويستفسر، هل يجوز التضحية بشيكات مؤجلة؟ نعم. أيضا هذا سؤال يعني جيد وممتاز، ويسأل عنه كثيرا. التضحية بشيكات مؤجلة، هي فعلا هل يجوز التضحية بالدين؟ هل يجوز التضحية بالتقسيط؟ إذا الإنسان كان في تقديره أنه يستطيع أن يسد هذا الدين أو هذه الأقساط، أنا موظف والله بقبض لي مثلا 3000 شيكل، أجي أحط 2500 شيكل أضحية لخروف، أو أحط 1200 شيكل 1300 شيكل أضحية لحصة عجل، هذا مما قد يتقصر علي انا في فتره. لكن اذا اتفقت مع صاحب الي لحم، قلت له انا بدي اخذ منك هذه الذبيحه واعطيك كل شهر 200 شيكل، هاي ممكن استطيع لها، واللحام يقبل اذا قبل بذلك. فهذا يجوز، لانه انا بمقداري، انا مش راح انصب على الناس. وانا مش محمل حالي دين فوق طاقتي بحيث لا استطيع سداده واتاخر على الناس. فهذا قال العلماء انه جائز، بل ذهب بعض العلماء لانه يستحب. قالوا من استطاع ان يستدين وعلم من نفسه ان ذلك سيسد هذا الدين ولا يثقل عليه هذا الدين فيستحب له ذلك. واحنا خلينا نكون واقعيين اخوتنا، لانه للاسف الشديد احنا لا نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى في انفسنا، ونبحث دائما عن المهارب والمخارج اللي بتخرج عشان نقول انا مش قادر. لو الواحد فينا حامل جوال وراح الجوال تاعه انطبش انكسر، وقع وانكسر واصبح او وقع له في المي والحرق، بتروح بتلاقيه مع انه وضعه بيكون صعب الا يروح يجيب جوال. بديش اقول له روح الجوال اجاب ابو 3000 شيكل، بروح اجيب له جواله ب 1000 شيكل ابو 1200 شيكل، ممكن انه يقسط ويعمل اقساط ويعمل كذا او يحوش حقه او الى اخره، لكن يجتهد لانه مش عارف يعيش بدون الجوال. ليش احنا بنجتهد في امور الدنيا ولا نجتهد في امور الاخره؟ لما تكون موضوع عندنا ضحيه يقول لك مش قادر، طب يا اخي اطلع لك شكين ثلاثه ومشي الامور. لكن طبعا انا هذه مش دعوه للناس انه تروح اثقل على نفسك بحيث انه تصير انت مش زي ما بيقولوها مش قادر تدفع ولا قادر تسد دين ولا كذا. لكن انا متاكد انه كثير منا يستطيع ان يرتب اموره، وعلى الاقل كما قلت انا انه حصه الاضحيه في العجل حوالي 1200 1300 شيكل، حتى ممكن تلاقي شيء اقل شوي اذا اشتركوا في عجل اصغر، يعني خلينا نقول 400 420 كيلو. هذا هو في مقدور كثير من الناس. وانا بدي انصح كل اخواني واخواتي، بس جربوا الاضحيه لعام واحد. طبعا الاضحيه بتكون على الانسان ومن يعيل، اهل بيته ابوه امه الموجودين من يعيلهم، فجربوا شوفوا السعادة اللي بتدخلها على دارك، الراحة النفسية اللي بتعملها، السعادة وانت توزع للفقراء، شعور رائع جدا غير العبادة والأجر الموجود، سيكررها كل عام بإذن الله عز وجل. نعم. طب سؤالي هنا الآن، ولربما أيضا هذا كان من ضمن الأمور المناقشة والمحاور التي كنا سنتحدث عنها. صباح الخير، لو سمحتم عندي سؤال لفضيلة الشيخ، هل يجوز أن أنوي العقيقة لولدي وأضحي في نفس الوقت لنفس الولد؟ نعم. اجتماع العقيقة والأضحية بيسموه التشريك في النية. الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى الراجح من أقوال العلماء، على الراجح من أقوال العلماء وهم جماهير العلماء، أنه لا يجوز التشريك في النية بين الأضحية والعقيقة، إما أن تكون أضحية وإما أن تكون عقيقة. الآن من الأولى؟ أنا برأيي أن
يوم العيد وينوي بها عقيقة. لكن المشكلة وين؟ أنه ينوي على الذبيحة نفسها، تكون أنا نويت أني أضحي هذه أضحية وهذه عقيقة في نفس الوقت، ما بيصير. لكن بيصير أنه يذبحها يوم العيد لكن تكون نيته ليست أضحية وتكون نيته عقيقة، هذا جائز بإذن الله. نعم، أيضا سؤال من إحدى المتابعات أم أحمد في هذه اللحظات، تقول سؤال عن أضحية العيد، هل يجوز ذبح عن روح الأموات أبي وأمي وأخي مع بعض، ولا أن يكون لكل شخص أضحية على حدة؟ في موضوع الأموات بالذات غير الأحياء، الأحياء لا يجوز للإنسان أن يشترك مع إنسان آخر في أضحية. يعني أنا والله معيش حق أضحية وأخوي معوش حق أضحية، جمعنا وجبنا أضحية ونوينا أضحية عنه وعن أخوي، ما بصير. لكن شو اللي بصير ممكن؟ إنه أنا أستدين من أخوي هاي السنة نص ثمن الأضحية وبذبح عني وعن أهل بيتي، والسنة الجاي أنا برجع لأخوي النص وهو بحط منه النص وبعمل هيك، نتداول في هذا الموضوع، لكن لازم أن تكون النية عن واحد منا. لكن بالنسبة للأموات هي في حقيقتها صدقة، يعني الميت بنفسه لا ينوي الأضحية. فإذا أنا نويت وعملت أضحية وفي يوم الاضحى، بصير ان انا اقول هذه الاضحيه انويها عن اجرها اجعله لوالدي ووالدتي واخوي وابني وكذا وما شابه ذلك المتوفين، اذا يعني ربنا توفى احد منهم. نعم. فهذا جائز وجمعهم في هذا الموضوع جائز. نتمنى ان تكون الاجابات وصلت ان شاء الله بكل الخير. الشيخ عمار مناع دكتوراه في الفقه وأصوله، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، ولربما الموضوع يطول في طرح الأسئلة، وردتنا أيضا مزيد من الأسئلة لكن الوقت ضيق، فإن شاء الله يكون في وقفات مع فضيلة الشيخ عمار مناع عبر شاشتنا لتستوضحوا الصورة بشكل مفصل أكثر. شكرا جزيل الشكر لك، ونواصل مع حضراتكم وأينما كنتم نحييكم في هذه اللحظات والصباحات المرسلة لنا. راني برابرة، أسعدت صباحا بكل الخير.